فجينا مسكنا صديقي ومشينا مع بعض كده. فكنا دخلنا، انا بعتبر ان احنا بنتكلم داخلين على قصر اللي هو قصر سورة البقرة، لان سور معناه او سورة دي معناها حدود. انا بعتبر ان القرآن في 114 قصر. اول قصر واكبر قصر هو قصر سورة البقرة، فهنقابل شخصيات كتيرة جوه القصر وهنعمل حاجات كتيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه السلسلة اللي بعتبرها بالنسبة لي كانت من الحاجات اللي اتعلمتها السنة دي، من الحاجات اللي غيرت حياتي. الأنوار اللي موجودة في القرآن والأنوار اللي موجودة في علاقتنا برب العالمين، والنظرية اللي احنا بنتكلم عليها مبنية على ان الدنيا فيها ظلمة شديدة، والله نور السماوات والأرض، ويتمثل هذا النور جزء منه في القرآن وجزء منه في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوصيكم ونفسي لما الدنيا تتعقد، وهي بتعقد كتير جدا، لأن هذا زي ما قلنا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم، امسك سبحتك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النور فلما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عينيك بالغشاوة اللي على عينيك بتتشال. خلينا نكمل في عشان احنا نيتنا ان احنا نعمل تدبر لجزء في رمضان ونقرأ القرآن عادي، الربع الجزء اللي بنقرأه في اليوم ده نقرأه لغاية ما نختم ختمة قراءة وتدبر بسيط وتدبر عميق جدا في أنوار القصر الأول، زي ما احنا هنعمل وعملنا قبل كده. النهاردة بنتكلم على زي ما قلت لكم كده الحجارة. الحقيقة لما بتبقى مطيع الحجارة بتحبك، والحجارة تستجيب للأنوار لما تكون صالح، لما تكون شخص صالح بيبقى عندك أنوار فتستجيب كده وتتفجر من غير أسباب، فتطلع أنوار السماء. كل ما ترفع إيديك وتدعو تستجيب وتنزل عليه خير. نزلت على بني إسرائيل المن والسلوى. المن ده حاجة كده زي الحلويات كده، كانت بتنزل على ورق الشجر زي الندى كده الصبح، تلاقي زي عسل كده موجودة على ورق الشجر. والسلوى زي الحمام بينزل من السماء. فبني إسرائيل أو نقول الشيطان عشان بس ما نبقاش برضو نخسر الموضوع على بني إسرائيل بس، فهمهم زي ما كان بيقول سيدنا آدم قبل كده، خلي بالكم ده مرتبط بعلاقتك بربنا، وممكن دي تغضب عليك. ايه رأيك في انك تاخد بالاسباب وتزرع الارض ويجي لك اكل من الارض وسيبك من اكل السماء خالص، بحيث انك لو عملت حاجة تغضب ربنا الارض تديك والاسباب تعطيك. زي بالظبط كده لما تبقى متوتر وقلقان من المستقبل وعملة، يعني صح تاخد بالاسباب لكن ما تقلقش، اللي مشي لك حياتك في العشر سنين اللي فاتوا مشي لك حياتك في العشر سنين الجايين لو عشت، يعني يمشي لك حياتك اللي بصبط لك دي زبط لك دي، انما انت عبد، انما انت عبد. ف يعني العبد مش ليه انه يختار، العبد بياخد بالاسباب ويعمل اللي عليه والعطاء من رب العالمين. ومع ذلك ربنا قال خلاص روحوا خدوا بالاسباب. خليني اقول لكم حاجه، لأن الشيطان ذكي برضو، نقدر نقول إن الشيطان حريص قوي على إنه يبعدك عن رب العالمين، لأنه عارف إن أنت كل ما تبعد كل ما تبقى حزين، وهو حزين لأنه بعد وبعد عن الجنة، فهو عايزك تبقى كده بالظبط، وعايز كل بني آدم كده بالظبط. وأعتقد إنه هو فاهم إن سيدنا آدم حزين لما أولاده يعملوا حاجة وحشة، عشان كده احنا الدين الوحيد في الديانات السماوية اللي بيعترف او بيقر او بيحب او بيدعوك لحب ادم. لان يا جماعة ببساطة كده لو ادم مش هيتأثر ما كانش يبقى فارق قوي مع الشيطان ان يحزنه. عشان كده بص هو كل قصة حزن وهم وبتاع. فعشان هو يعني ذكي جدا، ساعات ما يدخلكش المدخل ده عطاء السماء وده عطاء الارض وخد بالاسباب، لا يقولك بص انت هتستمتع قوي لو خدت بالاسباب.
فخش ازرع واقلع. صح فعلا احنا بنستمتع بالاخذ بالاسباب. فلازم تفهم ان العطاءات بقى هي بقى الحته الشيطانيه اللي بيلخبطك فيها. انت بتستمتع بالاخذ بالاسباب، فعشان كده ربنا امرك تاخذ بالاسباب عشان تبقى سعيد، عشان تحس ان انت انا اللي زرعت الجوافه دي، انا اللي زرعت الفول ده، انا اللي زرعت العدس ده، انا اللي زرعت الحاجات دي. ومع ذلك مين اللي بيأمر الارض، ومين اللي بيخلي النبته تاخد الميه وتاخد الفسفور من هنا وتاخد المغنيسيوم من هنا وتاخد؟ الله رب، الله سبحانه وتعالى. ولذلك اذا وكل للاسباب، لو تركك للاسباب تضل تزل. عشان كده تلاقي الايه بتقول ايه، قلنا هبطوا مصر، قلنا وقالوا يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، وضربت عليهم الذله والمسكنه. ده مساله التذلل، مساله انك تبقى مرتبط بالاسباب كده ومرتبط واخد بالك ان انا لا، دي الاسباب هي اللي تعطيني. خلي بالك تضل، لا تاكل نفسك الاسباب. لو في اسباب مع الدعاء تتفجر الانهار وتتفجر العطايا. وعشان كده اعكس صوره او مشهد بني اسرائيل، بالعكس خد بالاسباب وفوز بالحسنيين. هم ليهم ان يدخلوا مصر وليهم ان هم كانوا كده يدخلوا مصر، لكن ايه المشكله انك تفوز بالحسنيين؟ فالارض تعطيك ليس على قدر السبب، ولكن تعطيك على قدر ايه؟ على قدر الرب، على قدر رب العالمين. دايما تقول يا رب اعطيني على قدرك ليس على قدري، يا رب اغفر لي برحمتك، فانت اهل للمغفره وانا اهل للمعصيه. المساله من هنا مهمه جدا، وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف بقى الايه، ان هم وصلوا لمرحله انه احيانا انا مش شايف ايات الله اللي زي المن والسلوى واللي زي اللي تفجر الانهار من الحجاره، وكمان بعتدي على الانبياء وكمان اعصي اوامر الله وارد الامر على الامر، ده فعل ابليس. انا ربنا يهديني اقول الحمد لله يا رب. شفت سيدنا موسى لما قال، لما كان طالب زياده بعد ما ربنا نجاه من فرعون، بس هو حاسس انه اتبهدل وحاسس انه هو لا ما عندوش بيت وما عندوش زوجه. الدعاء ده جميل جدا لو انت طالب زياده، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. انا لسه يا رب انا حاسس بالنعم، وانت نجيتني من فرعون، لكن انا لسه يا رب عشمان، انا لسه يا رب غلبان. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت. سبحان الله، ربنا جعل البنات في صحف القران سبب كل خير وسبب كل عطاء، على عكس تفكير قريش في الوقت ده. عشان كده شوف القران مصلح قوي، بيغير النفوس او بيغير القلوب قوي. بقى في ناس بتحس بكده وناس فاهمه كده، وان انا لما يكون عندي بنات دي قمه الرحمه وقمه العطاء. ويا سلام لو بنتين، زي فجأت احداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت. المهم انه لما تيجي تطلب، تطلب بادب، ولا ترد ولا تعصي ولا تستنكر ايات الله، خلاص. ولذلك جت بعد كده بقى ايه بيسموه عد النعم، اللي هو ايه، واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابنائكم ويستحيون نسائكم، الايات اللي احنا كنا قلناها قبل كده دي. يبقى خلي بالكم من القصه دي، مهمه جدا. يعني عد النعم ده مهم جدا، وتبقى كل مره مستشعر النعم، تقعد كده بينك وبين نفسك، نعمه شعرك، نمره عينيك، نعمه، تقعد كده وتعد النعم كده، الايات اللي جت، اسف قبل كده يعني.